مرحبا بكم، هذا كرم قبسي من ويكي مكتبات، مسؤول البرامج التدريبية لنظم مفتوحة المصدر. سنتحدث اليوم عن الفهرسة في كوها. قبل كل شيء وكما جرت العادة، علينا أن نسجل الدخول إلى نظام كوها. يمكننا الوصول إلى وحدة الفهرسة من خلال طريقتين، إما من خلال الصفحة الرئيسية الفهرسة أو من خلال أكثر من أي مكان في كوها، المزيد أو أكثر ثم الفهرسة. وحدة الفهرسة هنا تتيح لنا خيارين، خيار الفهرسة الأصلية من خلال اختيار تسجيل الجديدة، أو خيار الفهرسة المنقولة من خلال البحث في بروتوكولات Z39 في مكتبات متعددة. من خلال تسجيل جديدة بإمكاننا أن نختار عدة قوالب للدوريات أو للكتب أو لغيرها. من خلال البحث بفهارس Z39 بإمكاننا أن نبحث في المكتبات العالمية من خلال العنوان، المؤلف، ردمك وتدمك أو أي حقول أخرى. نختار المكتبات التي نحن نحتاجها، نملأ الحقول التي سنبحث بها ونقوم بعملية البحث، ثم نختار استيراد. سنتحدث اليوم عن الفهرس الأصلية من خلال تسجيل جديدة واختيار تسجيل كتاب. نبدأ هنا بملء الحقول الافتراضية التي كنا قد ملأناها من قبل في كوها لتملأ بالبيانات الافتراضية. نختار رقم التصنيف، وهو العلم المكتبات المعلومات، ورقم الطبعة إن كان ذلك متطلبا من قبل المكتبة. نختار المؤلف، نختار العنوان، نختار مكان النشر، عدد الصفحات، رؤوس الموضوعات، نكرر نضع رأس موضوع آخر، التكرار نختار من هنا، نختار تكرار لحق الماء من خلال هذا الزر، نختار نوع المادة ونقوم بحفظ هذه التسجيلة. نختار المكتبة التي ستكون فيها المادة بشكل دائم والمكتبة التي ستكون المادة فيها حاليا. نملأ بيانات رقم الاستدعاء، الباركود، الطبعة أو يعني رقم النسخة، ونضغط على أضف مادة. مرة أخرى، إذا كانت لدينا مادة أخرى ولكن في مكتبة ثانية، نختار المكتبة، نضع الحروف الاستهلالية، نضع الباركود، نص النسخة، ونضيف مادة جديدة. عند البحث عن هذا الكتاب في الفهرس، سيتبين للباحث أن هذا الكتاب موجود في المكتبة، منه نسختان،
بأرقام باركود المعينة، بأرقام التصنيف المعينة، أو أرقام الاستدعاء أو الطلب، وبالعنوان وبالمؤلف المحددين. طبعا للاختصار وللسرعة، كانت البيانات شبه افتراضية، وأرقام التصنيف ورؤوس الموضوعات تعتمد طبعا تبعا لسياسة المؤسسة البيبليوغرافية التي يتبع إليها المفهرس. كان معكم كرم قبسي، مدير مشروع ويكي مكتبات والمسؤول عن برامج التدريب لنظم مفتوحة المصدر. أهلا وسهلا بكم.